شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية الصين وانغ يي في بكين. وخلال اللقاء أكد شكري وجود سياسة كانت معلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة، مشيرا إلى أن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر. وشدد شكري على أن التهجير سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أشار وزير الخارجية إلى أن الخروقات الإسرائيلية الجسيمة وجرائم الحرب الإسرائيلية لا يسميها البعض بمسمياتها الحقيقية، لافتا إلى وجود مسؤولية تقع على مجلس الأمن بحماية الشرعية الدولية. كما أكد شكري أن مصر تبذل كل جهد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مضيفا أن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات هي سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار.